السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة صحتي رأسمالي، معكم عادل بن شعبي. واليوم نتكلم موضوع مهم جدا من أهم الموضوعات إلى السيدات خاصة وبعض الرجال كذلك اللي يشتكون من مشاكل صحية عديدة. إذا ذكرنا منها كل الأمراض المناعية بصورة عامة، المناعة المنخفضة وكل الأمراض، لما نقول الأمراض نتكلم عن الغدة الدرقية واضطراباتها، عقد وانتفاخات، خمول، فرط نشاط الغدة الدرقية، كذلك مشاكل الدورة الدموية عند النساء، مشاكل الوزن، مشاكل الفيبرومالجي، مشاكل الالم في المفاصل، مشاكل يعني عديدة. هناك من كذلك يعانوا من مشاكل ضغط الدم، القلب، تعرفوا كل هذه كلها برمتها، هذه مشاكل كلها مرتبطة ببعضها البعض، كذلك اضطرابات في الوزن. كل هذه المشاكل بإذن الله هناك يعني طريق كثير جربوه، الحمد لله راهم في صحة وعافية. هذا الطريق يعني فيه تفاصيل، يحتاج وقت طويل لكي يفصل وينظم، ولكن في هذا العجلة هذا الفيديو فقط نتكلم لكم بأنه إن شاء الله موجود الحل، الحمد لله وجد هذا الحل، وهذا الحل إن شاء الله موجود. فقط عليكم أنكم تتصلوا، يحب يتصل يعني لابد من تشخيص لكل مريض يعني الأمور اللي خاصة به كي يخرج معاه إن شاء الله العلاج المناسب. إذن هنيئا للجميع، هناك علاج فعال جيد جدا. كل الناس اللي كانت تشتكي من مشاكل السمنة، من الدهون في البطن، في الأرداف، مشاكل كذلك عدم ضبط الوزن في الجسم، مشاكل في الحليب عند المرأة، يعني في كل هذه المشاكل بإذن الله عندها علاقة مع أمور يعني ضروري أن الإنسان يفصلها ويشرحها للجميع كي يستفيد الجميع. إذن هذا الفيديو يعني مهم وخاص خاص خاص خاص، لأنه يعتبر زبدة بحوث وتعب ناس كثير يعني بحثوا وجدوا أصل الشيء، يعني وداعا للأدوية وهذه المشاكل التي كانت كلها يعني كذب والزيف، يعني كلوا 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 أدوية، وهذا يعني في واقع الأمر يعني غير صحيح. لأنه يقولك عندك مرض مزمن إذا كان عندك مشاكل في الأمراض المناعية، وأنت عندك غريفز، وأنت عندك مشكلة الصدفية أو الجلد وهذه البقع اللي تخرج في الجلد، وكذلك مشاكل عندك الكوليسترول وضغط الدم والسكري، وكل هذه المشاكل بإذن الله لها حلول وجدت، نحمد الله عز وجل. ما تنسوش أنكم من أجل دعم هذه القناة أنكم تشتركون، أنكم تشيروا وتشاركوا هذا الفيديو للكثير من الناس حتى يصل الخير. وكذلك نبشركم بأنني كذلك فتحت قناة على التيك توك، لكنها لا تتكلم إلا باللغة الأجنبية. الناس اللي حبوا يسمعوا يعني كلامي باللغة الأجنبية نتكلم إلا بالفرنسية، هي يعني تسجلوا اسمي يعني عادل بن شعبي، تجدوني إن شاء الله في التيك توك، عادل بن شعبي تجدوا اسمي في التيك توك. ذلك الناس اللي حبوا نتكلم كثير بالأجنبية، لأن الناس اللي هم كثير الناس اللغة الفرنسية وليست العربية، في هذه القناة نتكلم باللغة العربية. إذن هنيئا وبشرى للجميع لهذا الأمر إن شاء الله. ما تنسوش أنكم تحاولوا فقط أنكم تتصلوا بي إن شاء الله، ونحاول نشخصوها لكل فرد، لكل واحد يهم الأمر يتصل، والعلاج بإذن الله يحتاج شيء من الإرادة، غير مكلف جدا، ما فيش أدوية كثير، عبارة عن أمور نبتعد عنها وأمور فقط نحاول نستغلوها لفترة، وستلاحظون سبحان الله يعني مفعول هذا العلاج لمدة أيام، غير تبدأ يوم اثنين ثلاثة تقولوا سبحان الله أين كنت وين وصلت مع هذا العلاج يعني. ولا هذا اللي فقط اللي حبيت نقوله لكم. إذا نشكركم كثيرا على حسن الاستماع والمتابعة، نتمنى العلاج للجميع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.